اخونا بيسال بالنسبه لجبيوت المناسبات، قال وجرتك. المهم يا اخي الكريم، الجلد ما يجوز، الجلد اللي بيسويه في المناسبات وانه الرجل يمسكوه يجلدوه زي ما قلت يطلع ب 12 صوت واحدين بزياده، هذا حرام، حرام على الجالد والمجلود، وحرام على الناس اللي بيشهدوا هذا المنكر ويشهدوا هذا الزور، حرام حرام شرعا لا يجوز يجلدوه، سواء راضي ولا ما راضي، او سواء تباهى وافتخر بذلك او لا، ألموا ولا ما ألموا، ما يجوز، حرام يا أخي.